العرضية والرأسية. كابتن، تعادل بطعم الخسارة بالنسبة للوحدات عطفا على المستوى وأيضا على الفرص المهدرة، كان بالإمكان يعني خطف النقاط الكاملة؟ في البداية خلينا نهني الشعب الأردني بفوز منتخب النساء بالبطولة العربية على حساب منتخب تونس، وده بيكون تحدي ويعني وتحفيز للرجال عشان يحرزوا بطولات. نتمنى لهم انه يعني يستفيدوا من هذه المسألة. لو رجعنا للمباراة، طبعا المباراة يعني زي ما انت قلتي الوحدات متصدر، وده في أيام الوسط تقريبا او قريب للمؤخرة، ولكن كرة القدم دائما نتيجتها ما بالتاريخ او بالتصنيف لكن بالأداء أثناء المباراة. زمن المباراة يتعامل مع المباراة بجميع الجوانب بالضبط، وكان ممكن يخطف يعني الثلاثة نقاط، يعني كان كم كورة في ضربت في المرمى وفي الحارس وهكذا. أنا أفتكر إنه يعني ده درس ووضع الوحدات في 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 وضع يعني محرج شوية، خاصة أنه لم يستفد نعم. يعني من تعادل السلط اليوم أيضا. إذن نذكركم بالترتيب، الوحدات يبقى في الصدارة ب 35 نقطة، يليها السلط ب 32 نقطة وبفارق نقطة ومباراة أكثر عن الرمثة الثالث، الفيصلي رابعا ب 27 نقطة، وإليكم بقية الترتيب.